مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. والبداية كالعادة بأخبار يا هلا. تسلم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان شهادة اعتماد منظمة الصحة العالمية المدينة المنورة كمدينة صحية. جاء ذلك خلال استقباله وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع. معي على الهاتف الآن الدكتور عبد العزيز السراني، وهو رئيس جامعة طيبة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج المدينة الصحية في المدينة المنورة. معالي الدكتور حياك الله معنا في أهلا. يا هلا حياك الله أخي مفرح، ومسي عليك ومسي على جمهورك الكريم في روتانا في يا هلا، وأقول لكم يا هلا من المدينة المنورة. أهلا بك. أولا دكتور، يعني دعنا نعرف المعرف لا إشكال، لكن من أجل توضيح أكثر للجمهور، ماذا نعني باختيار المدينة المنورة مدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن بأن المدن الصحية اليوم أصبحت أحد البرامج التي تستهدفها جميع الدول، ولا شك أخي مفرح بأن وزارة الصحة عملت شراكة مع منظمة الصحة العالمية بالمملكة العربية السعودية، بحيث تكون جميع مدن المملكة إن شاء الله تعالى مهيئة أنها تكون تحصل على هذا الاعتماد. هذا الاعتماد معناه أن هناك 80 معيارا بيئيا وصحيا واجتماعيا وتعليميا وخدميا، وجميع الخدمات التي يحتاجها الإنسان بصفة العموم والمواطن السعودي بصفة الخصوص، بحيث تكون هذه جميعها متواجدة في مدننا المباركة. وبالتالي تحاول هذه المدن أن تحظى وتكون جميع العناصر وجميع المؤشرات الموجودة والمعايير المطلوبة 80 معيارا من منظمة الصحة العالمية أن تحققها هذه المدينة. جميل. الثمانين معيار هذه دكتور حكم عليها في فترة زمنية تقدر بكم؟ طول عمرك هذا برنامج متكامل، طبعا أخذنا فيه سنة ونيت تقريبا، ونحن نحاول أن نتواصل. عملنا الفرق بكاملها، سواء الفرق في التعليم، سواء الفرق في الأمن، سواء في الفرق، طبعا لما أقول الأمن أقصد الدفاع المدني، المرور، الشرطة، وجميع القطاعات الأمنية، وأيضا كذلك التعليم الأهلي والتعليم العام. أيضا لما أتكلم عن الشؤون الصحية بكامل مستشفياتها بكامل أمورها، أتكلم عن أيضا الخدمات المجتمعية المقدمة للإنسان بصفة العموم ولقاصد المدينة المنورة في داخل المدينة. وبالتالي هذه المعايير تغطي هذه المجموعة أخي مفرح، يعني أقصد جودة الحياة التي يحتاجها الإنسان وهو في داخل هذه المدينة. طيب. وبالتالي المدينة المنورة ولله الحمد حققت جميع المعايير 100% بكاملة حقيقة فيما يخص هذه المعايير. وأزيد على ذلك بأن هذه المعايير مع ما أولتها الدولة رعاها الله، خاصة في رؤيتها المباركة 2030، وهي جودة الحياة، هي جميع المعايير الموجودة تدخل ضمن حقيقة هذه البرنامج الكبير جودة الحياة. وبالتالي اليوم أصبح مدننا إن شاء الله تعالى قادرة بأن تحظى على الاعتماد لبرنامج المدن الصحية في مدينة إن شاء الله. الدكتور، بعد اختيار المدينة المنورة كمدينة صحية، ما البرنامج القادم للمدينة حتى تحافظ على استمرارية هذا اللقب وهذا الامتياز، بعيدا عن كونه لقب، لكن هذا الامتياز الحياتي والمجتمعي خلنا نقول. شكرا أستاذ مفرع على هذا السؤال. وحقيقة أولا خلني أقول حقيقة بأن المدينة المنورة هي أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية التي حصلت على هذا الاعتماد، وحصلت على حقيقة بشفافية عالية، وأيضا بمهنية وعمل مؤسسي كبير، حتى إن منظمة الصحة العالمية حقيقة أخذت المنصة الإلكترونية اللي عملتها الجامعة لهذا البرنامج، وأيضا جعلت جامعة الطيبة أحد المراكز الوطنية إن شاء الله تعالى بالتعاون مع وزارة الصحة
بأن تكون أحد المراكز الموجودة في المملكة لتدريب جميع العاملين في برنامج المدن الصحية. معنى ذلك اليوم حظيت ولله الحمد المدينة المنورة على هذا الاعتماد، ولكن أمامها مشوار أن تقدم أيضا كذلك وتحافظ على هذا الأمر، وبالتالي إن شاء الله تعالى الفرق والبرنامج كله حيكون مستمر، لأنه أخي مفرح كما يعلم الجميع بأن بعد 3 سنوات يجب أن تقدم المدينة المنورة أيضا على برنامج المدن الصحية لتجديد هذا الاعتماد، وبالتالي هي حركة ديناميكية وبالتالي مستمرة، وإن شاء الله تعالى أيضا يتم فيها خلال هذه السنوات عدد كبير من البرامج الموجودة التي موجهة حق من البرنامج، وبالتالي نحاول أن تكون موجودة على أرض الواقع. فخورون جدا دكتور بهذا الاختيار، ولا غرابة يعني طالما يشرف على الموضوع رجل بمثل هذا الاستيعاب الذي تملكه. شكرا لك معالي الدكتور، ومن نجاح إلى نجاح للمدينة المنورة ولكل مدن المملكة إن شاء الله. قبل أن أستكمل أخبار يا هلا، ننبه أنه بعد قليل سنعرض لكم كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز التي يلقيها بخصوص صندوق الاستثمارات العامة. سننقل لكم عبر يا هلا في روتانا خليجية تفاصيل هذه الكلمة وما بعد الكلمة من قراءات ورؤى وتحليل مع الضيوف الذين سينضمون إلي إن شاء الله في الاستوديو بعد عرض كلمة ولي العهد. نعود إلى